وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد صلاح الجودر، عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. مرحبا بك فضيلة الشيخ في نشرة الثالثة. مملكة البحرين تعتبر نموذجا للتسامح والتعايش بين الأديان والمذاهب، هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ نعم أختي العزيزة، يعني من يشاهد البحرين اليوم في ظل رعاية جلالة المعظم يجد أن هذا المجتمع متنوع، التنوع جميل، لربما الكثير من الدول تفتقد إلى مثل هذه الصورة الجميلة، وهذه طبعا فضل المشروع الإصلاحي الذي دشنا جلالة الملك، وثم الوعي الكبير اللي يعني اللي تحل فيه هذا المجتمع، ومعروف عن المجتمع البحريني في قضية التعايش الإنساني السلمي من مئات السنين. ولكن مملكة البحرين من خلال قوانينها، من خلال الأنظمة، الدستور اللي يرعى كل حقوق من يقيم على البحرين أو يقيم أو يعيش حتى على البحرين، يجد هذه الصورة. فنجد أن احنا في 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 مناطق متداخلة، نجد المسلمين سنة وشيعة، وجوارهم الأخوة المسيحيين، اليهود، الهندوس، البوذا، البهائية، يعني فئات مختلفة من الجنس البشري تعيش في 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 هذه المنظومة. والأجمل أنها تمارس شعائرها، تمارس عباداتها بكل حرية في نطاق القانون وتحت مظلة الدولة. فنجد المسجد والمأتم والكنيسة والمعبد في جوار بعض، بل أكثر من ذلك أختي العزيزة أن احنا نشاهد حتى المقابر، نجد ان في المنامة مقبرة المسلمين، مقابلها مقبرة المسيحيين، مقابلها مقبرة اليهود. كل هذه يعطي شعور أريحية ان هذا المجتمع مجتمع واعي، مدرك لأهمية الحضارة الإنسانية، وهو يعزز هذا الجانب. فنجد حتى رجال الدين اليوم على كل العقائد، كل الشرائع، كل المذاهب يستوعبون مثل هذه الرسالة السامية اللي المجتمع البحريني يقوم عليها ويمارسها. وهذه ليس بس شهادة، يعني شهادتنا احنا كبحرينيين نعيش على هذه الأرض ويعني شربنا من هذه الثقافة، إلا أن حتى الأجانب الميون البحرينيون يشوفون هذه الطيبة والسماحة في وجوه كل البحرينيين. وهذه أتذكر أن جلالة الملك دائما كان يعيد أن قوة هذا المجتمع في هذا التجانس الجميل اللي هي صفة التعايش والتسامح والمحبة والسلام. وفعلا هذا المجتمع قائم على العلم، وعدو الإنسان الجهل، وهذه مقولة جلالة الملك. فلذلك احنا نبني على هذه المستوى. اليوم طبعا البحرين وصلت على مستويات عالية واصبحت على مبارزة في المجتمع الدولي ان هي هذه البلد وهذا الوطن هو بلد التعايش. ومن ياتي ويشوف اليوم يجد هذه الصوره في كل شوارع البحرين، في كل اماكن ممارسه الشعائر بكل حريه. وفي بالاضافه الى كل وزارات الدوله وبتوجيهات بعد من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نجد كل وزارات الدوله تعمل لإشاعة هذه الثقافة، وتسهيلات كبيرة تقوم فيها وزارة الداخلية، وزارة البلديات، الصحة، كل وزارة الدولة تعمل في نفس الإطار اللي الفرد البحريني اليوم عارف الرؤية الاستراتيجية للبحرين والرؤية الاقتصادية اللي هي 2030، وين احنا بنوصل مع المجتمع الدولي. طبعا نتمنى الأمان والاستقرار لكل دول العالم. نعم. السيد صلاح الجودر، عضو مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، شكرا جزيلا لك.